فهل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويستغفر له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقتل النفس من أكبر الكبائر، من أعظم الجرائم. قد حرم الله على العبد يقتل نفسه، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، حديدة أو سيف أو بندق أو غير ذلك. فالواجب الحذر، ولو أصابه شدة، ولو أصابه مرض شديد أو قلق أو غير ذلك، يجب عليه يتقي الله وأن يحذر قتل نفسه. لكن لا يخلى في النار، خلد الكفار من جنس بقية المعاصي تحت مشيئة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقتل النفس من جملة المعاصي التي دون الشرك، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي فعلها، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة بسبب توحيده وإيمانه وإسلامه الذي مات عليه. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، خلاف للخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يجعلون مخلدا في النار. أما أهل السنة والجماعة فيقول: لا يخلد، ولكنه متوعد بالنار، قد يعفى عنه وقد يدخل النار، فإن دخلها فإنه لا يخلد خلود الكفار، وإن خلد خلود الخاص طال مكثه، لكن لا يخلد خلود الكفار، لا يخلد في النار أبد الآباد إلا الكفار خاصة. أما العاصي قد تطول مدته، قد تقصر، لكنه يخرج من النار. المآل والمصير الخروج من النار إلى الجنة، لأنه متى على الإسلام. والقاتل المسلم مثل من هؤلاء.